عن حجابي لا وربي لن أبالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركلة يشكل ديني ساحل سوفتوير يعني مع الافتاح جامع أبكر أرضي لغدني عربي قاعد بين كسر الحجرني عشر كيني نقدم بيوحوها اسمي محي هيدي دمائرتي وهم تصالي الفربانك صوب حني آيضا يا حديث آيضا يا محي هيدي قبيو يا أحاديث لما أنت بعدين قصوا هذا الني هذا دي بخصوصتان هيدي هي يهم يهن يا أنت أنتما أنتم نحن أنا لما أنتوا تصلي بين قصوا بحنا طبعا سيدا صور كيسين طبعا سيدا كيسان وطن أولئك هم المؤمنون حقا تلك امرأته وهي آمنة وتا وهي خاوية هما وأختان رحمة وأكون لما تصلي أشي حرين صار الني أرضي هذا عشر كي نروح نغنى يا هدي الله أود له ويد مه بالعشر كي أنا صار لأن ما أنت دويد تصاليال إن إنه كبي حنا ومعناها إنه كل إنه ما دام إنه تصاليات صار بحني إن إنه حد أنا إنه كل إنه بالسؤال يتجوابه ضمائرتي نوع دوران هالنقدان أما كوي غائب كهالنقدان أما كوي مخاطب كهالنقدان أما كوي متكلم كهالنقدان لما بل يجو السؤال على قد جاي سي سؤال لو غادي صراحه يغو سؤال لا سميهي او ما هي دي سؤال كجيره بينو اركي دونا او ما هي دي سؤاله ان اكن صدر كيسان الاسئله والاجوبه من الضمائر المخاطب والمتكلم وسؤال يتجواب لا سميهي ضمائرتي هل نقدان كوي مخاطب كا ام كوي متكلم كا ام كوي غائب كا دمانتو طبعا صدر كيسان سؤال لا شك واضح هي لهي ان علي هل هو مهندس جديد؟ علي وحولي هاي علي وحولي هاي مهندس باع علي معناها مهندس جديد باع مهندس وحوي إنجنير علي ما إنجنير عصب وقصه بيرة شغلة طبعا تيم كوادرتان جوابتي لا علي بهذا وحولي لا لست بمهندس أنا قم أيه مهندس أما محيه إنجنير ميه أما عن عصبانا عن عصبانا ما بيه بيه وح إنجنير اللي يراد ميه وح كلامه مركا هو وانا جدي صار شغال وحكم ده ضمائرتي غائب كهاي ايش انت اها ولي بقول حكاه ده بعدي قف من مذكرة ولي بمقن حكاه ده سدي ان هرو صارقني وهو القادر فوق عبادي مرك اللي وهو القادر وهو القادر الله بمرك الله شيء ده لكن هذا حال يري علي هل هو ميه هل هو مهندس جديد ميه يعصب مركا وحكى الله يسع علي هو ذن علي وين غن كرتا هو وحكى الله نغن كرتا عد كلا ولا جهل لي طبعا سؤال شيء إنه علي حدي وعلي ودينا وين غن كرتا علي وحجري يسقم إنجنير بوا مركا ولا وقف ولا حظية واحد يجو سلا جرانيا أما قف أي شيء جيان أقف يجو سلا جرانيا طبعا إذا لا جران كرنا وين غن كرا هو لا بد وين غن كرتا مركا وحي هيد ضمائرتي غائب كهيد يقولي مذكر كهيد رجع كهل يسوي هو وأنا مفرد وهل قف في كهذا صار لبا كهذا ما يصير شمعنا كهذا الناس سؤال عشان لبا تدعو كلا حليمة هل هي فردوسة مسلمة كبار حليمة اللي يراد حيلة ده هي يد فردوسة مسلمة دا سواء قالوا كبار فردوسة اللي يراد مسلمة بهم سواء قالوا مركا هي أو كهذا صح وأيضا وضع ما إرتي هاي هذي غائب كهذا شيء أولي بقى ضمر كهذا شيء ويدنا هو مفرد الأوران ما يو الله بيكهذا شيء تمر عمل الله بالصدق في الشيطان لما أوران هي هل تمر أم بيكهذا هل قبر نعم بيتري هي مسلمة هي ذو مسلمة ما حقال لو راسي مسلمة مركا هو هي هي سؤالنا ولا قد يكره سكستا طبعا أنت من السؤال هنا وبكي مادن عدوم يسكت ضيد ما إرتاز أنت عن شيء إن إنك بدنا نستعمله هو مهندس عدوم إن أروح كلام مهندس كأكبر شو هل هو ذات هذا أحمد صدق رئيس كنا حاوي هل هذا معلم يا علي احمد حولي كاسم معلم كيبا نعم بير ها هو معلمك هو مركا وحيت المنتشه اللي اسلا غرمي اه معلمك احمد والله يغانا ها يا علي بس لا غرمي وانا معلمك طبعا وحا لا غران كلي نو نكون كرتا هو معلمك بير علي علي هو معلمك هاي كاس كاسي هو معلمك هاي كامر كفرت لو فيقي ونن رغا ولي مذكره وهل والله با هين يا صدقتهم فرحية وحيت هل هذا البنات متزوجات قبلها هسي
ما قبله حاسس والله قبام بس ما قبله سكن اللي يرى وان حاسس صحيح هذا ما حيكون جواب تقولي نعم ها هن بمتزوجات هاي كواسي ومتزوجات وا قبله ها قبله ولا متزوجات حاسس والله قبله ويجي أمر ووجنا طبعا مركا هن بالي كوا هل هما طالبان جديدان سؤال الشباب كواسي ما لبا أرضي صبا لو أنا أعطي هذا فردية ما لبا أرضي صبا سؤال لبا أرضي حيث هرود كنتري نعم بوير هما طالبان جديدان ولا بقى أرضي عصب أو محي هذي إسكولك قصوا بيران لما وضركتان هذا لما أنتود وحي قصوا بيران ومحي هذي لقلي كرا سؤاله سأل الله عليه ساد واذيك ستو بين نقول كران دبعا سؤالش اللي حدو حالي هذا هل أنتن متزوجات إذنكم واحدين متزوجات من دمر الغباتين أما غير متزوجات بس قوة عن لقمين وحاسسين نعم يتري هي متزوجات يوغو حويه هم متزوجات هي متزوجات يجو ما حاسس مركا الله بيك هلين الله هل أنتم نبلي اللي بدينا ها الله بقى برضو مهل فردي أم اللي بداس أنتم على قرار سماع مركا هن يجون وين الشيء بيا وحي هيدا ما إرتي غايب كاهي أولي به هي هيدا كهل ذي الله بقى تمرة تصنيع كورمي كون ومذكر تصنيع وكهل ذي هي هيدا حركة هذي واي سؤالش تدعو حيلا هل هم أهل الدين يقوم أهل الدين به وقوة لا سلقرانية قوة إن صارك نعم قوة من عاصة أم قوة كلا قوة اسم أهل الدين به الدين به ليه معناه مدر علماء به مركا وكوح هم به ليه هم وكوح جمع الرقاي كور رميسا وقوة مدى الدين تيغانا نعم به ليه هم أهل الدين قوة دين به ليه ودى الدين له مدى اللي يغانا أهل الدين والعز والشرف وانا دين له وعزي يا شرف يا كرامه له واي سؤال شديد عليه هل هن عفيفات يقوميهن عفيفات دمر لو صون ميهن واكوح دمر لا بل هن عفيفات لا هن عفيفات طبعا هل كان لا دنا يا خلدان نعم بالغريه نعم هن عفيفات يقو واكو دور صون طبعا دا يا خلدان تهل كان نعم بكو ذلك لا دا نعم ها هن عفيفات ودي استيل يعني هلكم وحين سونر يجمع عفيفات بقى ما يبين نري هذا مكان سما حين رهدنا وعفيفات مركز اسمه قاعدة نسوا هلكم مركز حنكوذي نعم قرارك كل عي عفوا المركز وحكاه لي يعني والدمركي وحوي دمائرتي غايب كاهي بيكون رميان وكون رمي وليبة دمر هذي مغن على قرنين ولا قشة كسنة يوم قام المرسى ونقوم بتركوه اسمه ودد لو سام بامس ودد هاي مركا إله بعد لما رجع عن كروس وحسن ريو غيبه إله يوجيه سؤال شو السجارة وحلي هل أنت بخير والضمائرتي مخاطب كاهيد هاي هذي أوها أنت أنتما أنتم أنتنا مركا هدي من الغصية ضمائرتها هدي من كبير الغصية ما أنت على الغصية ما أنت على الغصية كوا كلنا هذا وتصال قلنا أو هل أنت محمد حلي هل أنت بخير أذوق خير متل معناه معرف ما غطتهم في عنت نعم باتر أنا بخير وهذا إرتي متكلم كاهيد محي هذي حلي مخاطب كاهيد أدرك لله اللي ها يوم رشناها أنت أنتما أنتم أنتما هاي والرجل دمر بيسوي كذي مركا هل أنت بخير أدوم في عنتي نعم أنا بخير والحمد لله وفي عناي وإن إلهي مهدي الحمد لله أنت مركا كوي هذا وتقدر تنكر تاي محي هذي أدوم وتكلي كرتا الله بق هل أنتما سعيداني أضع وشيبك هكا كيسان كرا وكود داي كرا معنا انت كلا ادان كود داي ما داما من ميت كود تسالي انت كلا ادان كود داي سكون الدي أضو ويناد يوغو اللباء السميسو يوغو كوح السميس الرقا كوح دمرنا السميسو كوح محاي هيدي لباء دمرنا السميسو يا انت كبادن با هاي انت كلا ادان كود داي ناد ادوس كود دايدو واي سؤال شتبنا دو حلالي هل انتما طبيباني اذكم واحدين لباء دختر باتين لا بيدهن لسنا منهن طبيباني منهن لباء دختر مركا انت جيدنا ودن لا يوا ما هي وانتما جيدنا ودن لا يهي وانتما هاي طبعا مركا اسكو داي وحي هيداي ادغنا هلكا كتسالو قاد و مركا ليش كدن سال سوفت وير يعني ما عرفتها تاع بكر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.